على فكرة مباراة النادي الأهلي زي ما هتكون مباراة قوية داخل الملعب، لأنها ما بين حماس لاعبي كلا الفريقين، أيضا هتكون مباراة قوية جدا خارج الخطوط ما بين اتنين مدربين. مارسيل كولر اللي عامل إنجازات كبيرة جدا مع النادي الأهلي، أيضا البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني الترجي، قادته الظروف والنتائج السلبية لفريق الترجي قبل وجوده لتولي تدريب هذا الفريق الكبير داخل القارة الإفريقية. ما بقالوش كتير بالمناسبة كاردوزو بيدرب الترجي، إلا أنه بصماته واضحة وظهرت سريعا. الناحية زي ما كابتن أحمد الحامي من شوية قال، على الأقل في الناحية الدفاعية مثلا تلاقي أن الترجي ما كانش كده السنة اللي فاتت أو اللي قبلها أو اللي قبلها. السنة دي الأمور مختلفة، هناك تنظيم دفاعي واضح لكل اللاعبين، هناك طريقة لعب واضحة واضحة، اللعب على الهجمة المرتدة. عشان كده بقول لحضراتكم مدرب جيد أمام مدرب خبير بقاله سنتين، الحمد لله والشكر لله ربنا بيكرمه وبياخد كل الألقاب مع النادي الأهلي.